السلام عليكم. رجعت لكم. سامحوني طولت ياسر وكل حكايات هو السهل قعدت فترة من لعب صدي ياسر ما لعبتش وكل شيء فهمتوني معناها كنت مش رجعت نلعب وكل شيء معناها وقت نلقى فافو زادة نلعب أنا وقت نساعد نكون مانيش لاهي فهمتوا خاطر هي الحاجة اللي نقعد فيها راهو نقعد فيها حالي ساعات نقعد فيها 5 سوايع راهو فهمتوا هذي تو كملنا كل شيء تو وش تعدي اللي بعده احنا اخسروا من احنا منين هذي هي صالة معروفة لبرا برا في امريكا ولا في امريكا ما انا نسيتش اسمها انا نحط لكم اسمها بعدك في الفيديو اللي يعرفها واللي ما يعرفهاش هي صاله مفخمه وكل شيء كبيره بينمو اسموني اللي بعدها باش تبدا هنا كلينيك في البقعه هذه الكبيره المدورها شربني كلينيك هذا تحبلو انتم تحبكم تدعموني معناها وكل شيء امامكم بالله هو اللي باش يعجبو الفيديو هذا يا اللي حب ايش ندخل نوجه لكم البر قبل هنا يجي وراكي والكريب وكل شيء هذا متالي وهذا من فوق ايش ندخل وين هنا تدخل هيبي هيك كل كوجينة وحكاية هيك هنا مش شي تاكل ولا حاجة هنا مش يعطيك حتى تقعد في الطاولة هذي قهوة ما نعرفش هنا وهنا هذو التواليتات التواليت تاع بنات ولاد اوكي يا مش تواليت في واحد تقدر فيها دبش كرش معنا فهمتو وهنا هذا قدوش تدخل الدوش وهنا كل واحد عند زيدية ليك الحمام قطعت فوق هذي دول قطعت فوق هنا هذا ليك قطعت فوق هنا كل شيء تطلع بعدين بنقطع فوق طول فوق صالة زينا فيها هنا تعمل حركات حاجة كل شيء هذه كل واحدة تشبت هكا بيديك وتشبت هكا معناها بيدينا في صالة متاع سبار يعرف بيدو واحد وهذه زيدا تشبت زيدا وباهي وهذي تركض وتبدا مش فاهميكم هذي وهذي كلي تزا هنا هنا هكا تبدا تطلعو هابط وهذي تك هذي تبدا هنا هكا كتلافس كتلافس ها عطيني واحد تبي وهذا مش كويت بوكس وهذا مش كويت بوكس تبدا تطرف هنا
هو صحيح الواحد معناها الفيديو مش وريهولكم، ما تجيش حتى ساعات فيديو مش حتى دقيقة، مش مشكلة في هكاك، مشكلة في البنية صعيب، ما نجيبش نبيكم خاطر كي مش تقدم ليكم تحب لي ياسر. وزادة تليفوني يتعبى، ما نجيبش نقعد فيديو ساعة ساعتين، مستحيل نولي انا لبني ونوليكم ولا وين مني، ما غير ما تقولوا يركبوا ده شنو هاك الفازيت، ما نعرفش نعملها وانا بيدي، فهمتوا الفازيت هذا ما نجيبش نعملها. نحبكم هنا تحضروا روحكم وكهو تتسناو باش نبني لكم هذه، باش نعملوا هليكوبتر من فوق فوق السطح وبيلانس اللوطة وبقع هنا تركوا الكريم كده لو والله يعجبكم، لو نعرفكم يعجبكم، انا انتم اللي يدخل يتفرج وما يعملش هو هيك اللي يقهرني، انا تدخلوا تتفرجوا لا تعملوا لا واحد ولا شيء، تو تسعة بالليل تسعة تدخلوا تتفرجوا، نرى فيكم تسعة تعملوا تسعة فيهم فيديو من الفيديوهات مية ودلا قداش لا قداش جيمة مجيوش حتى 10 ظهر، والله معناه حد يتعب في روحه ويعمل في كل شيء ايه نقلكم بقى.